السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الكرام، فنعود لاستكمال الموضوعات التي ابتدأناها في المهمات العظيمة التي لا بد للمسلم أن يتعرف عليها، وذكرنا لكم بأن من أهم ما يجب أن يتعلمه المسلم أن يتعلم الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي سوف توجه لكل واحد منا حينما يرحل من هذه الدنيا ويوسد الثرى ويأتيه الملكان فيوجهان له الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن العبادة، ذكرنا لكم أنواعا من العبادة، وذكرنا لكم أيضا تعريف العبادة، ومن أجمع التعريفات التي ذكرت في العبادة هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكره في بداية رسالة العبودية، وهو قوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ولكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف الجامع من هذا العالم المسدد، يجمع وينتظم جميع أنواع العبادة ممكن تندرج تحت هذا التعريف. في هذه الليلة بعون الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عما يقابل أو عما يضاد العبادة. علمنا بأن أول أمر في كتاب الله جل وعلا يطالعنا ونحن نقرأ سورة البقرة قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن التوحيد والعبادة هي أعظم واجب وأعظم أمر يؤمر به الناس قاطبة، وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فإيش فاعبدون، أليس كذلك؟ هذه هي دعوة الأنبياء. كل الأنبياء وكل الرسل من لدن آدم وإلى مرورا بنوح وموسى وعيسى وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء يشتركون في الدعوة إلى التوحيد. الأنبياء إذا بعثوا إلى أقوامهم أول ما يدعون الناس وأول ما يطلبون من الناس أن يفردوا الله بالعبادة وأن يخلصوا العبادة لله. لماذا؟ لأن التوحيد هو أعظم حق لله تبارك وتعالى. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، ما هو التعريف الصحيح لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله التي نرددها ويرددها المسلم صباحا مساء؟ لابد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق، وهذا أيضا نحن نترجمه باللغة الإنجليزية حينما يعني نريد من شخص أن ينطق بالإسلام أو أن يتلفظ بالإسلام، نلقنه بأن معنى لا إله إلا الله هي لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا بحق؟ لأن كل العبادات، كل ما يعبد من دون الله فعبادته بباطل وليس بحق،
لذلك قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فكل عبادة وكل تعظيم وكل استحقاق صرف لمخلوق عبودية من العبودية فهو باطل، وإنما الله جل وعلا هو المعبود بحق الذي لا بد أن نفرده بجميع أنواع العبادة. يقابل التوحيد أيها الكرام، يقابله الشرك وهو أعظم الذنوب وأشنع الذنوب، أعظم الذنوب على الإطلاق وأكبر الذنوب، أعظم ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض ما هو؟ هو الشرك، شرك شنيع عظيم جدا. ما الدليل؟ دليل قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الشرك، عرفنا الآن تعريف التوحيد. ما هو الشرك؟ الشرك هو أن تجعل لله ندا، هو أن تصرف شيئا من الاستحقاق والتعظيم والمحبة والذل والخضوع الذي يجب أن يكون لله، تصرف ذلك لغير الله جل وعلا أيا كان هذا المصروف له، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عالما أو شخصا معظما. أي إنسان تعطيه عبادة وتقدسه وتعظمه كما تعظم الله جل وعلا، فأنت حينئذ وقعت في الشرك الذي هو أقبح وأشنع الذنوب التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، كما في صحيح البخاري، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أيضا على حرص الصحابة رضوان الله عليهم، على حرص الصحابة على الأسئلة التي تكون بها نجاتهم وسعادتهم وفلاحهم. إنسان يعني كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: احرص 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 على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. المسلم يحرص على أن يحصل العلم النافع. هذه الحياة قصيرة يا إخوان، والأعمار تمضي سريعا. نحن الآن يعني نتذكر أحداث قبل سنة وسنتين وقبل عشر وقبل عشرين وقبل ثلاثين، هذه السنوات تمضي وكأنها حلم. العمر قصير، فلا بد أن تستثمر هذا العمر في طاعة الله تبارك وتعالى، أن تسأل ما هو الذي ينجيك عند الله عز وجل، ما هي الأعمال التي تكون سبب في سعادتك في الدنيا وبعد رحيلك من هذه الدنيا. لا، ليس عندنا أوقات. المسلم الحصيف الكيس ليس عنده أوقات يضيعها، ما عندك وقت تضيعه، الوقت ثمين، كل لحظة كل دقيقة سوف تحاسب عنها وسوف تسأل عنها. أنت تريد أن تستكثر كما قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود من الخيرات، لا تهدر شيئا من الأوقات، حتى وأنت في طريقك وفي سيارتك وفي بيتك وفي عملك، ليلهج لسانك بذكر الله تبارك وتعالى: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، استغفر الله. اجعل هذا الرصيد يرتفع عند الله تبارك وتعالى. بعض الناس يعني هدانا الله وإياهم وأصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا، يعني يجلس في ساعات الانتظار، إما ينتظر مثلا في عند طبيب، ولا ينتظر مثلا في بنك، ولا ينتظر، يجلس ساعة ساعتين جالس كذا حاط يعني يفكر، لا تسبيح، لا استغفار، لا ذكر، لا قراءة قرآن، لا. لماذا تضيع الوقت؟ لماذا لا تتزود من الخيرات؟ نعود لموضوعنا. الصحابة كانوا يسألون عما ينفعهم، ولذلك ابن مسعود
عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ شوفوا السؤال، سؤال دقيق، ها؟ سؤال دقيق مهم، ما هو سؤال يعني مشي حالك ولا سؤال يعني لتضيع وقت، لا، أي الذنب أعظم؟ يعني يا رسول الله أخبرني ما هو أعظم الذنوب، ما هو أشنع الذنوب، ما هو أكبر الذنوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله جل وعلا يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ويقول تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون من ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وحينما جاء رجل، وقد ذكرت لكم هذا الحديث في لقاء سابق، حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم هو أعظم الخلق وأشرف الخلق، ولكن مع شرفه ومع مكانته لا يجوز أن يرفع إلى قدر أو إلى جناب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لا ند له ولا نظير له ولا مساو له ولا كفء له، ليس له، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فجاء الرجل هذا قال يا رسول الله، أو قال ما شاء الله وشئت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نيل من مقام التوحيد حق الله حق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، احنا ليش في هذه الدنيا؟ نحن لماذا نحن في هذه الدنيا؟ هل خلقنا الله عز وجل لأجل أن نأكل ونشرب ونتناكح ونتكاثر؟ هل خلقنا لأجل هذا؟ ما خلقنا لأجل هذا، نحن خلقنا لغاية عظيمة وهي عبادة الله، توحيد الله، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى حتى نلقى الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل خلقنا لهذا. فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. لاحظ حتى تفهم ما معنى أن تجعل لله ندا، الند هو المساوي المثيل الكفء المقابل، ها؟ فهذا قال ما شاء الله وشئت، يعني جعل مشيئة الله كمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. هكذا لابد أن نعود ألسنتنا. ولذلك العلماء يعني قسموا الشرك، وأختم بهذه حتى لا أطيل عليكم، قسموا الشرك إلى ثلاثة أقسام. عندنا شرك أكبر، وشرك طبعا في تقسيمات كثيرة للشرك، ولكن هذا التقسيم يعني اخترته لأنه هو الأسهل وهو الأوضح بالنسبة لكم وللجميع. شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. نضرب مثال على كل واحد. الشرك الأكبر مثل إيش؟ مثل الذي يذبح لغير الله، مثل الذي يسجد لغير الله، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. المقصود بالشرك الأكبر هو الشرك الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، يعني يكون صاحبه مشركا كافرا خارجا من ملة الإسلام. من ذبح لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، ومن دعا غير الله فقد أشرك شركا أكبر. وهناك الشرك الذي يسمى بالشرك الأصغر، ويمثل له العلماء بماذا؟ يقولون الحلف بغير الله. الآن الحلف بغير الله دارج على ألسنة
يعني كثير من المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي، يعني تجد في بعض العشائر وبعض القبائل وفي بعض المناطق في أنحاء العالم الإسلامي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، تجد أن مثلا بعضهم يقول مثلا وشرفي، صح ولا لا؟ بعضهم يحلف بالشرف يقول وشرفي، ولا بعضهم يقول وحياة أبي، وبعضهم يقول والنبي، صح ولا لا؟ يعني يحلفون بغير الله. طيب هل هذا شرك؟ لأنه جعل يعني حلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحلف بغير الله قال العلماء إنه من الشرك الأصغر. يعني هل الذي يحلف بغير الله خرج عن الإسلام؟ لا، ما خرج عن الإسلام، لكن لابد أن يذكر، أن ينبه على هذا الخطأ، أن يتوب إلى الله عز وجل. طبعا بعض المسلمين أو كثير من المسلمين يقول لك والله أنا ما أقصد، أنا بس أخذ لساني عليه، يعني كل ما شاء قال وشرفي والنبي وذمتي وحياتي وكذا، يقول لي لساني أخذ عليه. معليش، إذا أخذ لسانك على الحلف بغير الله، عود يعني نفسك أنك تحلف بالله، تقول والله وبالله وتالله أقسم بالله. لكن طبعا لا تستخدم يعني الحلف يعني كثيرا، الحلف يعني يستخدم في المواضع التي يحتاج إليها، لا ينبغي أن تكثر من الحلف. النوع الثالث من الشرك هو الشرك الخفي. الشرك الخفي مثل إيش؟ مثل الرياء، مثل يسير الرياء بهذا القيد، ليس الرياء بإطلاق، يسير الرياء، هذا من الشرك الخفي كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الرياء إذا زاد وعظم وأصبحت العبادة ليست لله وإنما للبشر، هذا قد ينتقل الرياء من الشرك يعني الخفي إلى الشرك الأكبر. واحد مثلا عياذا بالله ورزقنا الله جميعا الإخلاص، لو واحد مثلا صلى لأجل يعني نظر الناس، صلى لأجل الناس لم يصلي لله إطلاقا، يعني نوى بصلاته أن ينظر إليه فلان وفلان كل الصلاة، وليس فقط تخللها يسير من الرياء، يسير من الرياء هذا من الشرك الخفي الذي يستغفر الإنسان منه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم منه. لكن الرياء إذا ضخم وعظم فإنه يصبح من الشرك الأكبر والعياذ بالله. أخيرا أيها الكرام، من الأمثلة أيضا التي نمثل بها الخوف، عبادة الخوف. الله جل وعلا يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأخبر الله عز وجل أن الخوف منه سبحانه وتعالى عبادة. طيب هل الخوف من البشر أو من الناس يعد كفرا أو شركا؟ العلماء يقسمون الخوف إلى ثلاثة أقسام، الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قالوا خوف هو من الشرك الأكبر، خوف هو من الشرك الأكبر. ما هو؟ هو خشية الناس وخشية المخلوقات بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. الخشية بالغيب، مخافة الناس بالغيب، هذه لا تكون إلا لله عز وجل. فلو أن إنسانا خاف مثلا من قبر أو من ضريح أو من جني أو خاف منه بالغيب، يعني أصبح يخشاه في الغيب، ليس في خطر حقيقي وإنما بالغيب يخشى منه، فهذا يخشى عليه أن يكون قد وقع في الشرك الأكبر. هناك شرك يعني جائز، عفوا، هناك خوف جائز، وهو الخوف الطبيعي الجبلي كما أشرنا في لقاء قبل السابق، الخوف من الأسد، السبع، الخوف مثلا من ظالم، طاغية، إنسان ظالم سيبطش بك وخفت منه، هل هذا الخوف شرك؟ هذا ليس شرك، هذا خوف طبيعي جبلي، يعني الإنسان يخشى من الأذى ويخشى من الاعتداء.
فالنوع الثالث من الخوف هو الخوف المحرم. عندنا خوف شرك، عندنا خوف جائز، وعندنا خوف محرم. ما هو الخوف المحرم؟ الخوف المحرم الذي يمنعك من القيام بالواجب. يعني واحد يقول مثلا حان وقت الصلاة، يقول والله أنا أخشى أني إذا صليت يعني ينتقدني هؤلاء، أو مثلا ينظرون إلي إلى أني أنا متطرف، ولا أنا متدين، ولا أنا، يترك الصلاة مخافة الناس. هذا خوف محرم. أو مثلا يعلم أن هذا الفعل واجب مثلا من الواجبات، يترك واجب من الواجبات لأجل الناس، هذا خوف محرم. لا يجوز الإنسان أن يترك واجبا أو أن يرتكب محرما مخافة الناس، هذا من الخوف المحرم. هذه يعني الآن على عجالة تعريفات وتوظيح لما يقابل التوحيد والعبادة، وهو الشرك بالله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى وسدادا ورشادا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.